وصلتني هدية من شي أن هدولة لتياب لح تشوفوهم اليوم وإشياء تانية رح نزلها بالأيام اللي جاية. هيدا قفطان مغربي من الفلفات معمول يعني المخمل، وهيدا الجاكيت الطويل كتير بدفي وكتير فاشن وكتير إليجنت، أنا كتير حبيته. كود الخصم رح أكتب لكم إياه في الديسكريبشن إذا حبيتوا تشتروا هالقطعة. في قطع تانية كتير بس ما صورتها اليوم لأنه رح أعمل فيها فوتو سيشن ورح ينزلوا الأيام اللي جاية. تمام، اذا حبيتوا تعرفوا شو القطع الرقم تبعهم اللي انا نقيتهم فيكن تروحوا على الانستغرام، رح اعمل لهم بوست على ستوري عشان تقدروا تختاروا نفس القطع. وما تنسوا تستعملوا كود الخصم تبعي. تعالوا نشوف شي ان شو بعتولي. نجرب نفتحه هيك. تقطيع تقطيع يا عين يا عين. شو هاي شو هاي شو هاي دي شنطة، حبيت لها الشنطة. شو رأيكم؟ كيوت نو. الحلو فيها انه فيها شنطة تانية، وشو الشنطة التانية في جزدان صغير كمان طلعت. I like it. It's nice. مع شي كاجوال. حلبس هيدا وارجع روح على الانستغرام ضيفوني. طبعا هيدا تاني شي انا طلبته من شيان. I love it. I love the color. صبايا في كود تحت استعملوه لتاخدوا خصم. تعالوا نجرب هيدا، روحوا على الانستغرام ضيفوني لتشوفوا نتائج الصور. طبعا I love this outfit. فيكم تستعملوا الكاميرا هيدا لتربطوه مثل اوكي. سو فرجيتكم ثلاث قطع، ضايل قطعتين. خليني جرب هيدي وارجع لكم من شيان. عليكم هذا الاوتفيت كمان، طبعا في منه الوان. طبعا بلاك فرايدي سيل عند شيان، فلحقوا حالكم وشوفوا الثياب والكواليتي بتجنن. I love it. طيب اخر قطعه هي فستان حفله، فستان سواري بيطير العقل. اوكي ما رح نزله بهيدا الفيديو، اذا حابين تشوفوا الصور بفستان الحفله روحوا على الانستغرام رح نزلها بالليل. بحبكم كتير. شوفوا البيج سيل اللي هو فرايدي سيل، بلاك فرايدي سيل عند شيان. شوفوا الويب سايت تبعهم واستغلوا الفرص والعروض الموجودة عندهم حاليا. بحبكم، أغراضهم بتجنن والكواليتي رائعة.